بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مارا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله النهاردة الدرس رقم 53 من كورس إنشاء برنامج المستشفيات بلغة الـ PHP مع استخدام Framework Laravel. في الدرس اللي فات الحمد لله قدرنا إن احنا ننشئ الكومبوننت بتاع الأطباء ونجيب البيانات اللي موجودة عندنا من الجدول بتاع الأطباء هنا في اللايف واير عندنا هنا في الكرييت شات. طيب طبعا قلنا ان التشيك بتاعنا وخلاص امورنا كلها تمام. في صفحه البليد بتاعتنا هنا بالشكل ده عرضنا اللايف واير ادا الشات ادا الكرييت شات. طيب اسم الدكتور هنا احنا ممكن مثلا على سبيل المثال عايزين نبدا ان احنا نضغط على اسم الدكتور عشان يبدا يعمل لنا محادثه معاه. طيب كل اللي علينا هنعمل هنا مثلا نقول له هنا باذنك انا عايزك تعمل لي بوتون وحط لي الحاجه بتاعتها هنا بالشكل ده. تعالى كده نعمل ريفرش. المفروض اسم الدكتور او اسم المريض ده هيكون عباره عن كده بالشكل. طبعا البوتون بقى انت تقدر ممكن تدي له كلاس معينه مثلا التيبل بقى يعني اسف اللي هو ان انت بقى تظبط الستايل دي حاجه ترجع لك انت يعني ايه ظبط اللي انت عايزه. طيب بعد كده المفروض ان انا في البوتون هنا عايز ان انا البوتون دي تبدا تروح على حاجه جوه الكومبوننت بتاعي او اللايف واير. طيب عشان ان انا اروح على جزئيه معينه كل اللي علينا لو انت دارس لايف واير هتبقى فاهم اللي انا بكتبه ده. هبقول له واير واقول له هنا مثلا على سبيل المثال انا عايزك تعمل لي كليك واير كليك قلت له تساوي وهتروح على حاجه معينه. طيب هيروح فين؟ طيب هيروح هنا على سبيل المثال انا عندي هنا مثلا ممكن نقول له public function ممكن نقول له هنا مثلا check مثلا ايا كان يعني عشان بس اتاكد بس ان الدنيا بتاعته. وقلت له هنا dd لو انا روحت على الكومبوننت دي مثلا اطبع لي هنا مثلا yes مثلا عايز اتاكد بس ان البوتون بتاعتي شغاله بشكل سليم ولا لا. طيب ما انساش هنا ان انا احط اسم الايه الفانكشن بتاعتي هنا بالشكل ده. لو جيت هنا عملت ريفرش او ما اضغط على اسم اي حد طبعا لي يس معنى ذلك ان الكومبوننت بتاعي سامع الفانكشن بتاعتي بشكل سليم. طبعا قلت لك بقى موضوع الستايل جرب انت ظبط ستايلاتك وظبط دنيتك يعني ايه بالحاجه اللي انت عايزها. احنا ممكن برضو ايه يعني يعني كلمسه جماليه ممكن بس نشوف اي بوتون هنا مثلا في الكرييت انا مش عارف اي بوتون عندنا بصراحة. انا بحاول بس اوصل لاي بوتون في الاد. هنا اهي لان انا بصراحة مش ضليع في موضوع الفرونت اند فما بتذكرش اسماء الكلاسات بتاعتهم يعني تمام. فممكن نقول له ان مثلا الكلاس بتاعنا PTN مثلا بالشكل ده ايا كان بقى ظبط بقى الحاجه بتاعتك يعني مثلا بالشكل ده. طبعا موضوع الستايل تقدر تحط اللي انت عايزه. طيب عندك هنا برضو من ضمن الحاجه اللي احنا هنا ممكن طبعا في الدرس اللي فات انا كنت غلطت غلطه ممكن نقول له هنا مثلا على سبيل المثال احنا شغالين ايه شغالين TH تقريبا نشغل تي اتش وعايزين نقول هنا وممكن نيجي هنا في الجزئيه دي نقول له بعد اذنك تي دي انا عايزك تعرض لي هنا اللوب بتاعنا عشان يبدا اللي هو يجيب لي اللوب بتاعي عشان يجيب لي مثلا الترقيم بتاع واحد اتنين اللي هو كده تي اي او ان. تعالى نعمل ريفرش عشان يجيب لي الترقيم بتاعي 1 2 3 4 والكلام ده كله. لغايه الان الدنيا زي الفل. انا لو ضغطت هنا على الشكل ده هيبدا انه يديني ايه على الحاجه بتاعتها. طيب اللي احنا عايزين نعمله كالتالي. اول جزئيه اللي انا عايز اعمله ايه هي المفروض ان انا كمريض دلوقتي فتحت قائمه الاطباء في دكتور اسمه فلان ضغطت عليه. في اللحظه اللي بضغط عليه يعمل حركتين. ايه هما الحركتين؟ اول جزئيه يسجل الكونفرزيشن بتاعي ده في الداتابيز ان خلاص فتح لي غرفه تحدث مع المريض مع الدكتور ده رقم واحد ويبدا ان هو يفتح لي الشاشه بتاعت الشات عشان ان انا اكتب سلام عليكم او ايا كان. حلو قوي. اذا دلوقتي اللي احنا عايزين نظبطه بقى في جزئيتنا
نحن هنروح اول حاجه على الداتابيز، على المايجريشن، هنلاقي عندنا حاجه اسمها الكونفرزيشن. طيب ايه اللي هيكون موجود في جدول الكونفرزيشن؟ خليني بس اخد البيانات بس بشكل اسرع عشان نشوف الجزئيه اللي هتكون موجوده. طيب اول جزئيه عندي الاي دي، هيكون عندي سترينج اسمه سندر ايميل، وهيكون عندي سترينج اسمه ريسيفر ايميل، وهيكون عندي هنا لاست مسج، لاست تايم مسج، يعني الوقت اللي الشخص ده شاف الرساله امتى. طيب لغايه الان الكلام جميل، سامعك بتقول كلمه ايه هي؟ باشمهندس اللي انا فهمته ان ده الشخص المرسل. ممكن نعمل كومنتس هنا كده اهو عشان تبقى انت ايه عارفها لما تشوفها في الداتابيز. ممكن نقول له كومنتس مثلا، نقول له هنا المرسل، وهنا نقول له مثلا اعمل لي كومنتس هنا اسمها كومنت مثلا، قول لي هنا المستقبل مثلا. حلو. طيب ده الشخص اللي رسل وده الشخص اللي هيستقبل. طب مش مهندس نعم، طب ليه انت ما عملتش فورين كي وحطيت الاي دي هات بتاعت الناس اللي هتستقبل او هترسل؟ ليه حطيت ايميلاتهم؟ اقول لك. طيب لو انا عملت فورين كي، هعمل فورين كي مع مين؟ مع جدول مين؟ البيشنت. طيب ما طب ما انا ممكن اللي هيرسل ممكن ده يكون دكتور او مريض، وده ممكن يكون دكتور او مريض. طب في الحاله دي انا هعرف مش هعرف اعمل فورين كي مع جدولين. ففي اللحظه دي بدات اشتغل بالسترينج، ان الايميل ده هيكون من نوع يونيك، يعني عمر ما في شخص ايميله هيتكرر زي التاني. فاذا دلوقتي انا عملت هنا السندر بتاعي هيكون الايميل، والريسيفر بتاعي هو الايميل. كلام جميل لغايه الان، الدنيا زي الفل كده. كونفرزيشن اللي هي غرفه التحدث هتبدا تفتح، هيبقى مثلا الاي دي بتاعها واحد، ويقول لي ان في واحد اترسل له وفي واحد استقبل، ودي هتخليها لي نلبل دلوقتي. طيب دي اول خطوه. طيب في المسج يا باشمهندس ايه اللي هيكون موجود في جدول المسجز؟ حلو الكلام، تعالى يا عم نشوف. قلت له اول حاجه في المسج بتاعتي هيكون عندي اي دي، وهيكون عندي فورين اي دي مع مين؟ مع الكونفرزيشن، عشان اعرف غرفه التحدث بتاعتهم بتاعت مين. كلام جميل. وقلت له الشخص اللي رسل، الشخص اللي استقبل ريد يعني قراها ولا لا، وهنا البادي بتاعي. والطيب دي خلينا سيبها في جنب دلوقتي وما تركزش فيها عشان قدام اوضحها لك، ولكن ايه عشان ما تدخلش نفسك. طيب ده البادي اللي هو نص الرساله، السلام عليكم اهلا وسهلا كيف حالك ايا كان. حلو. وبعد كده هقول له هنا التايم ستامب بتاعي. حلو الكلام. طيب هقول له بعد اذنك لو سمحت بي اتش بي ارتسان مايجريت، بعد اذنك لو سمحت اعمل لي مايجريت في الداتابيز عندي هنا. طيب لو انا جيت هنا عملت ريفرش في الداتابيز بتاعتنا، قلت له دي الداتابيز اللي انا شغال عليها، مستأكد ان انا شغال على داتابيز لان انا شغال على اكتر من داتا. ملف ال env شغال على التيبل اللي هي دي. كلام جميل. هلاقي عندي هنا ادا الكونفرزيشن بتاعي اهوت، حتى كمان هنا المستقبل والمرسل موجوده في الداتابيز اسمها. طبعا هو واخد اسم انجلش، ولكن احنا حطينا كومنت عشان نبقى احنا عارفينها. وده اللاست تايم مسج، اخر رساله اللي هو اخر نص او اخر ظهور. كلام جميل. وعندي هنا المسجز بتاعتي، ادا الكونفرزيشن اي دي، السندر نيم، الايميل، والريسيفر، والريد، والبادي، والتايب، والكريتد ات، والابديتد ات. حلو قوي لغايه الان الكلام جميل. حلو يا عم. طيب هنروح على الاب، على ال HTTP، على اول جزئيه هنعملها ان احنا هنيجي في المودلز الجميل بتاعنا، في هنا هنقول له اعمل لي بعد اذنك بروتكتد، اعمل لي فيلابل جميل، واقول لي مثلا يساوي، وهحط اسم الحاجات بتاعتي. تمام. ولكن انا بقى عشان اختصار الوقت بدل ما اقعد اكتب اسمهم، فانا هعمل بروتكت جاردد مثلا. اسف هنا انا هعمل جاردد، ولكن انت المفروض تحط ايه؟ تحط الاسماء بتاعتك. تمام، اللي هو اسماء الكولومز اللي عندك. فانا بس اختصرت الوقت وعملت بروتكت جاردد. كلام جميل. حلو الكلام يا عم.
حلو الكلام. طيب المفروض فعليا اللي يحصل، تعال كده نروح على اللايف واير على الكرييتد شات. انا عندي هنا الفانكشن ديت، هتبدا تعمل مثلا اول حاجه هتبدا تعمل مثلا، ممكن نقول له هنا خلينا نقول له الفانكشن بتاعتنا اسمها كرييت، نقول له مثلا ممكن نقول له كرييت ايه، خلينا بنفس الحاجه اللي احنا عايزينها عشان نبقى احنا ايه مظبطين الدنيا بتاعتنا هنا. نقول له هنا كرييت كونفرزيشن مثلا. انت هتبدا تعمل كونفرزيشن اللي هو الشخص اول ما اجي اعمل ريفرش كده. على سبيل المثال انا هنا دلوقتي فتحت قائمه الاطباء، في عندي طبيب عايز اضغط عليه هيبدا يعمل كونفرزيشن. طيب بيقول لي ان طبعا انا لان انا غيرت اسم الميثود، فبالتالي على طول ضرب معايا ايرور بيقول لي انت ما فيش عندك حاجه اسمها كونفرزيشن ديت. طيب لو جيت رحت على اللايف واير، رحت على الشات، رحت على الكرييت شات، قلت له هنا معلش انا اسف غيرها لي اسمها كرييت كونفرزيشن، وضغطت هنا ريفرش انا اسف جدا، اجي اضغط على الدكتور فبدا يقول لي تمام دي نازل فول. طيب اللي انا عايز اعمله كالتالي، عايز بقى دلوقتي لما اجي اضغط على الدكتور عشان ان ابدا اكلمه ايه اللي هيحصل؟ هيحصل معايا ايه؟ يبدا يعمل لي كونفرزيشن، يبدا ينشئ لي حاجه موجوده عندي. طيب خلينا الاول اقفل كل الكلام ده وهنيجي هنا. طيب بما انك واحد برنس كده شغلك نظيف وامورك تمام، احنا هنسيف في جدولين، يعني احنا هنسيف في الجدول اللي هو بتاع الكونفرزيشن وجدول تاني بتاع المسج، صح؟ طيب فاحنا ممكن نقول له db هذا db بتاعتنا، المفروض ان احنا هنقول له سواني بس عشان انا مش عارف ليه db، واقول له هنا هو مش راضي يكمل، نقول له انا بحاول بس افتكر كان اسمها بيجن تقريبا على ما اعتقد، بيجن ترانس، كان اسمها بيجن ترانس تقريبا UIN، اتوقع كان اسمها بيجن ترانس اكشن، اتمنى ما اكونش ايه ناسي السبيلنج بتاعها. تمام هذا البيجن ترانزاكشن بتاعتي عشان ان انا هحفظ في جدولين، فبالتالي هيحصل عندي مشكله او اي حاجه. طيب عندي هنا خليني اظبط دنيتي، هقول له انا عندي هنا هذا التراي بتاعي وده هنا الايه الكاتش بتاعي. حلو الكلام عشان لو عندي في اي مشكله في التراي والكاتش بتاعي. طيب قلنا ان التراي والكاتش بتاعنا هنبدا ننفذ اول جزئيه عندي هنا. اول حاجه هقول له هنا انا هعمل متغير اسمه create مثلا يساوي create conversation مثلا، انا عندي هنا متغير اسمه created conversation. قلت له طيب اول حاجه ان انت هتروح تعمل، هتروح على ال هذا ال conversation وتقول له هنا create، هتبدا تنشئ conversation جميل عندي. اسف هنا القوسين الري بتوعنا. طيب طيب اول حاجه هنا خلينا وروحنا على الكونفرزيشن بتاعنا عشان يفتح لي غرفة تحدث. قلت له أول حاجة أنا عندي حاجة اسمها السندر، مين الشخص اللي أرسل، كلام جميل هذا رقم واحد. قلت له رقم اتنين، قلت له عندي هنا هات لي ده كمان واحدة، وعندي هنا كمان واحدة لأنهم كانوا ثلاثة تقريبا على ما أعتقد. طيب أول جزئية أنا عندي الريسيفر، مين الشخص اللي هيستقبل، وعندي هنا مثلا اللاست تايم مسج يعني آخر ظهور، ممكن آخر ظهور نخليها زي ما هي نل يعني نيو ال ال. حلو قوي. لغاية الآن الكلام جميل والدنيا زي الفل ولوس اللوس ماشي. أنا دلوقتي عايز مبدئيا في الأول كده، تعال نرجع ونفهم،
اه طبعا، عشان هو هنا معترض على الكاتش بتاعتي. المفروض ان الكاتش بتاعتي ممكن نقول له مثلا على سبيل المثال في الكاتش بتاعتي هنا هتكون عندي كان كان اسمها ايه اكسبشن. هذا الاكسبشن بتاعي نقول له مثلا از ايه مثلا على سبيل المثال الاكسبشن بتاعنا. كلام جميل. وقلت له هنا في حالة لو لقيت اكسبشن او اي مشكلة ايه اللي انت هتعمله، هتقول له هنا دي بي. جميل. وتقول له هنا ده دي بي، وتقول له هنا بعد اذنك اعمل لي. طيب انا اتاكد بس الترانزاكشن دي اعتقد نفس السبيلنج ولا لا. كان في مشكله. معلش السبيلنج كانت غلط. قلت له هنا لو سمحت انا عايزك تعمل لي رول باك، لو في حاله اي اكسبشن ولا حاجه اتراجع عن الحاجه دي، لان ما تفتحش غرفه تحدث ولازم المسج ايه المسج تكون راحت معايا. حلوه. طيب السندر ميل، يعني مين الشخص اللي رسل؟ كلام جميل. ومين الشخص اللي هيستقبل؟ حلو قوي. تعالى كده نعمل ريفريش ونرجع. الشخص اللي هيستقبل اللي انا ضغطت عليه، يعني انا دلوقتي اسمي محمد السيد، ضغطت على واحد اسمه سمير جمال، يبقى سمير جمال هو اللي هيستقبل، واللي رسل هو مين؟ محمد السيد، الشخص اللي فاتح دلوقتي. برافو عليك، حلو قوي. هنيجي بقى دلوقتي تعالى نتفرج على حاجة هنا كده، ونيجي نقف هنا ايه، تعالى كده عشان ايه برضو احب انك تكون فاهم، يعني ما تحفظش الكلام وخلاص. انا دلوقتي لو جيت قلت له على سبيل المثال دي دي، انا عايزك تطبع لي، انت كنت بتعمل كده او يو تي اتش، وتروح قايل له هنا كده اوف اليوزر اوف الايميل عشان يطلع لي الشخص اللي فاتح دلوقتي ايميله، صح؟ طب تعالى نعمل هنا ريفريش كده ونيجي نضغط على تشيك. قال لي تراينج تو جيت بروبرتي ايميل. انا ما اعرفش حاجه اسمها ايميل. انت بتشتغلني يا عم، ليه انت ما تعرفش حاجه اسمها ايميل؟ انا ما اعرفش حاجه اسمها ايميل. ليه ما تعرفش حاجه اسمها ايميل؟ لان اللايف واير ما بيعرفش كده. طب ما يعني انت بعمل ايه يا باشمهندس؟ اللايف واير بالظبط عايز زي كونستراكت يبدا يفهم ان الاوس اوف اوثنتيكيشن اوف الايميل، يبدا يفهم الحاجه دي. طب هيفهم الكلام ده ازاي؟ الله ينور عليك. في بقى لما انت كنت بتشتغل على الكنترولر كنت بتعمل الكونستراكت، صح؟ لا، في اللايف واير بقى مفيش حاجه اسمها الكونستراكت، اسمه ايه؟ ماونت. كلام جميل. يبقى انا عايز اقول له انك هتعمل لي حاجه فانكشن كده اسمها ماونت عشان تبدا تحط لي البيانات بتاعتي هنا. لغاية الآن الكلام جميل. طيب هروح طالع زي الشاطر كده، معرف متغير، أقول له أنا عندي متغير هنا اسمه مثلا، نقول له هنا عندي هنا آسف public، نقول له مثلا ممكن نقول له مثلا OUTH oath underscore email، الأوث أوف الإيميل. كلام جميل. قلت له بقى دلوقتي بالبلدي كده بقى انا عايز اعرف الايه الاوث اوف الايميل. طب في نقطه بقى دلوقتي يا باشمهندس، ايه هي؟ لو انا جيت دلوقتي قلت له على سبيل المثال قلت له this الاوث اوف الايميل بتساوي، طيب برضو هاجي هنا اقول له، هتقول لي او يو تي اتش. كلام جميل. قلت له اوف، آسف هنا اوف اليوزر اوف ايميل. كلام جميل. حلو قوي. وقلت له بعد اذنك لو سمحت هنا مثلا سي مثلا مثال دي دي اطبع لي الزس دي، انا عايز اشوفها هل هيجيب الايميل فعلا ولا لا. تعالى نرجع نعمل ريفريش، نضغط على الشخص ده، بدأ يجيب لي البيشنت على طول اهو كده. مبدئيا يا معلم هو بدأ يعرف الشخص اللي فاتح وجاب ايه ايميله. الله ينور عليك، حلو قوي. يبقى انت يا ريس بالبلدي كده هنيجي نقول له اول جزئيه، نرجع بقى لايه للجمله بتاعت الايه بتاعت السيف بتاعتي. قلت له طيب الشخص اللي رسل هو مين؟ الزيس اوث وفي الايميل، يعني الشخص اللي فاتح دلوقتي. حلو قوي يا معلم، لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل. طيب
الخطوة اللي بعد كده المفروض مين الشخص ريسيفر، مين اللي هيترسل له، اللي هو مين الشخص اللي لما انا ضغطت عليه. اه يعني معنى ذلك يا باشمهندس ان انا المفروض وانا بضغط على الشخص ده لازم اكون عارف الايميل بتاعه. اه لازم تكون عارف الايميل بتاعه. طيب تعرف الايميل بتاعه ازاي؟ حلو قوي، هتروح رايح على الريسورس، على الفيو، على اللايف واير، على الشات، وتروح هنا في الكرييت، اسف ده المين، في الكرييت شات. حلو قوي. المفروض هنا في الكرييت شات ان الفانكشن بتاعتي ديت انا عايز هنا بالبلدي كده في الفانكشن بتاعتي عايز اعمل ايه؟ الله ينور عليك، عايز ابصلها حاجه، عايز ابصلها حاجه. كلام جميل. هروح جاي هنا اقول له بعد اذنك عندي هنا عايز ان انا ابصلها الحاجه بتاعتي. قلت له هنا انا هباصي معايا مش الايه، مش النيم، امال انا هباصي مين؟ انا هباصي ال، طيب خليني بس اتاكد من حاجه. احنا مش عايزين دبل كوتيشن، احنا عايزين سنجل كوتيشن. شو بس هو ليه معتقد ان المفروض ان احنا اصلا مش هنعمل دبل كوتيشن؟ ثواني اتاكد بس من حاجه هنا. ارجع هنا سنجل دبل كوتيشن زي ما احنا تاني. هذا الدبل كوتيشن بتاعنا. اها انا اسف جدا، حقك عليا، انا نسيت اعمل القوسين بتوع البليد، اسف جدا. قلت له اوف الايميل. كلام جميل. حلو. اذا دلوقتي وانا رايح على التشيك الكرييت كونفرزيشن المفروض ان انا هستقبل هنا. اذا دلوقتي هنا عندي على طول هيكون في عندي هنا ريسيفر ايميل، اهو في ريسيفر ايميل هيتبصلك. حلو. قلت له الشخص اللي انا ايه هرسل له اهو. طيب عايز اتاكد ان الدنيا بتاعتي سليمه، ممكن باختصار شديد اروح جاي هنا اقول له دي دي لو سمحت الريسيفر ايميل اللي هيتبصلك اطبعه لي كده انا عايز اشوفه. طيب حلو، تعال نعمل هنا ريفرش يا عم، نضغط على ده راح بعت لي الايميل بتاعه، نضغط على الشخص اللي بعده، اسف، نضغط على الشخص ده راح بعت لي الايميل اللي بعده. حلو قوي، لغايه الان الكلام جميل والدنيا زي الفل كده. احنا فهمنا الدنيا بتاعتنا يا عم. اه حلو الكلام، شيل دي كده لو سمحت، رجعها لي تاني. طيب اول جزئيه هو كده دلوقتي راح فاتح، ركز هنا اول حاجه ممكن اعمل كومنتس كده واقول له هنا كرييت كونفرزيشن. هو كده دلوقتي نشا الكونفرزيشن بتاعي هنا اهو، فتح غرفه تحدث. طيب حلو. الخطوه اللي بعد كده عايز ان انا اخليه يبدا يعمل ايه، مسجز، يبدا يبعت بقى رساله. حلو قوي، كلام جميل. يبقى اذا دلوقتي انا عايز هنا ابدا ان انا اعمل ايه الخطوه الثانيه، اللي انا عايز اروح على الموديل بتاع المسج اقول له هنا لو سمحت انا عايزك تعمل لي ايه كرييت. حلو الكلام، ادا الاري بتاعنا. قلت له بعد اذنك ادا السيمي كولون. قلت له هنا تمام زي الفل. طيب المسج عندي بتاخد ايه؟ اه خلينا بس ناخد الاربعه دول كده، ايه بنمنع كل شويه نتعب في نفسنا. طيب اول حاجه ان انا عايز اخد الكونفرسيشن اوف الاي دي، ماشي، هتبقى ايه؟ الله ينور عليك، هتبقى هنا المفروض دلوقتي اتكريت هنا حاجه، فانا زي الشاطر كده بمنتهى الشياكه على طول اروح رايح اقول له شايف الكونفرسيشن اللي اتكريت فوق؟ قلت له اوف الاي دي. قال لي كلام جميل. قلت له بعد كده عندي هنا حاجه اسمها السندر نيم. طيب ممكن ناخد هنا السندر نيم بالمره، اهي مكتوبه عندنا. هذا السندر نيم هتسوي ايه؟ الشخص اللي فاتح. والريسيفر نيم هتسوي الريسيفر اللي اتبصلك. كلام جميل. وقلت له هنا عندي الريد مثلا على سبيل المثال، هذا الريد مثلا ممكن نقول له مثلا خليها نال دلوقتي. تعالى ناخد اللي بعده، عندي هنا البادي، خلينا نقول مثلا البادي مثلا، خلينا بس نكتب رساله دلوقتي كده السلام عليكم مثلا. حلو الكلام. وبعد كده المفروض الطيب ديت انا مش فاكر بس هما كانوا نالابل ولا لا، عشان ما يعملوش لنا مشكله. لو هما نالابل مش شرط ان انا كريتهم معايا دلوقتي في المسجز. عندي الطيب البادي
طيب حلو الكلام، يبقى احنا نيجي هنا مش محتاج دول. حلو الكلام، قلت له طيب هنا نيجي هنا نعمل كومنتس جميلة، نقول له هنا كرييت كرييت مسج. حلو الكلام. طيب قلت له بعد ما تخلص كل الكلام ده، كل اللي عليك ان انت هتعمل تقول له هنا دي بي، وتقول له هنا كومنت، يعني نفذ الكلام ده. حلو الكلام، مظبوط يا عم، مظبوط يا عم، والدنيا تمام والدنيا زي الفل. طيب تعال نسمي الله، نرجع نعمل هنا ريفرش ونشوف ادى الكونفرزيشن بتاعنا فاضي مفيش فيه اي حاجه، والمسج فاضيه مفيش فيها اي حاجه. يلا هنسمي الله ونقوله هنا الشخص ده. طيب هو دلوقتي مبدئيا المفروض فعليا عمل كرييت للكونفرزيشن. طيب لو رحنا على الكونفرزيشن الاول كده، هل فتح غرفه تحدث؟ ما فتحش غرفه تحدث. طيب ليه؟ طب نروح على المسجز، ما فتحش. طيب ليه غريبه؟ المفروض ان هو كده بالفعل انشأ الحاجه بتاعتنا. ثواني بس اتاكد من حاجه، ولو حصل اي حاجه هنا. طيب ادى التراي والكاتش بتاعنا، امورنا تمام، وده الديبت بتاعي اللي هو بتاع الكومنت، يعني انا كده بالنسبه لي امورنا تمام. وبعد كده لو في اي مشكله في التسييف، هيبدأ ان هو ايه ينفذ معايا المشكلة بتاعتي دي. طيب لغاية الآن تمام، خلينا بس نشوف، نعمل هنا ريفرش تاني، نسمي الله، نضغط هنا، المفروض ان هو فعليا كده. لو جيت عملت ريفرش، طب خليني اعمل ريفرش هنا، اقول له ادل كرييت كونفرزيشن، ما كريتش، والمسج ما كريتش، غريبة. نرجع تاني نتأكد، قلت له هنا الكونفرزيشن بتاعي. طيب خلينا بس أوقف الرسالة أشوف بس هو هل هو هيكريت الكونفرزيشن أصلا ولا لأ، يعني خلينا بس نتأكد هل هو فعلا هيكريت الكونفرزيشن ولا لأ، وبعد كده نشوف. أدا المفروض نيجي هنا ريفرش للكونفرزيشن، ما كريتش الكونفرزيشن. طيب يبقى في حاجة هنا غلط، هنا في عندنا جزئية غلط. طيب ايه هي الجزئية الغلط؟ طيب خليني اعمل حاجة تانية، هاجي هنا هقول له مثلا طلع لي بره التراي والكاتش، وقف بس دول كده، انا ببحث معاك في كل ايه الاحوال بس عشان اتاكد بس من حاجة، وبعد كده ايه نبدأ نشوف كودنا سليم ولا لا. كاريت دي. طيب حلو اوي الكلام، لغاية الان هو كده بقى يعني الكنترول، بقول الكنترول اسف، اللي هو التراي والكاتش عامل لنا مشكله. طيب بيقول لي اول حاجه هو مش عارف كولوم اسمه لاست تايم مسج. ليه انت مش عارفه؟ ازاي انت مش عارف الكولوم ده؟ هل احنا كاتبينه غلط؟ اوه تخيل بقى، شوف بص 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 المشكله فين، عشان بس هنا المسافه دي هو مش فاهم الحته دي. ما شكرا جزيلا. شوف بقى ده فايده ان انت تعمل تيست على الكود بتاعك. انا بدات امشي معاك خطوه بخطوه، كان ممكن اوقف الفيديو واشوف المشكله فين والافلام دي كلها، لا انا حبيت ان انا ايه اشيك معاك عشان اشوف هل مثلا التراي والكاتش فيه مشكله او لا او الكلام ده كله. فهنا شوف الرساله ديت، المسج هنا، بص هو هنا دلوقتي ما بقاش عارف، شوف شوف يعني السبيس ديت بدات تتفهم، فبدا ان هو يعترض عليها. ماشي يا عم، شكرا جزيلا كده، ان شاء الله باذن الله نعمل هنا ريفرش. يلا يا سيدي كرييت، بدأ ان هو نقول بسم الله. لاحظ على طول اول حاجه قال للشخص اللي رسل اسمه بيشنت، الشخص اللي هيستقبل اسمه الايميل بتاعه، وده اللاست ايه تايم مسج. تمام، لو جينا نروح على الرساله، تعال نروح على المسجز. طيب حلو قوي، لغايه الان هو ايه ما كناش احنا كريتنا دي. طيب يلا يا سيدي، معلش لو سمحت احذف لي الكونفرزيشن ده عشان بس ايه نبدا نربط الدنيا ببعضها. احنا بنعمل تيست على كل حته بتاعتنا، ما عندناش مشكله، ما ورناش حاجه، اهم حاجه ان احنا نفهم. حلو الكلام، بسم الله، نفذ يا سيدي. يلا يا عم دلوقتي ادى الكونفرزيشن بتاعنا، كريته اهوت رقم 2. لو رحنا على المسجز
تعالى عندي هنا ادا الكونفرزيشن اي دي، اخذ الاي دي رقم 2 بتاع الغرفه اللي هي التحدث بتاعتي، ادا رقم 2 اموري تمام، الريد سابها لي صفر، البادي سابها لي جاب لي السلام عليكم. يبقى اذا دلوقتي ان هو كاريت على طول. طيب خليني تعالى دلوقتي نعمل ريفرش كده تاني ونروح على نفس الشخص ده ونضغط كده. طيب لو جينا نروح على الكونفرزيشن، لاحظ راح فاتح لي كونفرزيشن تاني، فتح له غرفة تانية. طب ما هم أصلا كانوا مكلمين بعض، هم أصلا بالفعل كلموا بعض، يعني في غرفة اتفتحت ليهم. إيه اللي يخليك إن أنت تضطر تروح تدبلر الكلام ده تاني؟ ركز إيه اللي حصل. بدأ إن هو يعمل دبلرة تاني، لا أنا كل اللي عليا أنا لما هفتح محادثة أو هفتح غرفة، هي الكونفرزيشن هتكون واحدة بس، انا في عندي كونفرزيشن واحده بس، وبناء عليه مسجاتها هي اللي ايه موجوده. اذا دلوقتي ان انا عايز بقى دلوقتي قبل ما اعمل عمليه كونفرزيشن لازم اعمل عمليه ايه، الله ينور عليك، لازم اعمل عمليه تشيك، ابدا اشوف هل فعلا الكونفرزيشن دي بتاعتي موجوده ولا لا. لو هي موجوده خلاص ما تعملش كونفرزيشن، خلاص يبقى بالفعل اصلا في كونفرزيشن مفتوحه، ايه اللي يخليك ان انت تدبلرها. فكل اللي عليا بقى ان انا هاجي اعمل ايه، ممكن نعمل هنا نقول له مثلا على سبيل المثال نقول له check underscore مثلا هنا conversation. حلو قوي. طيب طب انا دلوقتي يا باشمهندس في حاجه انا مش عارف الكونفرزيشن اللي موجوده، ممكن تكون الشخص اللي استقبل ولا اللي رسل ولا ما انا مش عارف. طيب حلو قوي. اول حاجه اقول له conversation، حلو الكلام، اقول له وير لما يكون، حلوه، واقول له هنا مثلا على سبيل المثال اعمل لي هنا جيت. لغايه الان كلام جميل، حلوه. انا عايز اقول له بالبلدي كده، لو الشخص، لو السندر نيم، لو السندر نيم، كلام جميل، ركز، لو السندر نيم بيساوي Is this oath؟ يعني أنا اللي بعت، أنا اللي بعت. طيب كلام جميل. طب أنا ممكن أكون من المستقبل، يعني يا باشمهندس بقى الكلام ده، أنا كسمير ممكن في وقت من الأوقات أنا اللي كلمته أو هو اللي كلمني. يا باشمهندس، يعني إيه بقى or أو الريسيفر ايميل، كلام جميل، الشخص اللي استقبل، ها ها ها، ركز، بيساوي الشخص اللي فاتح، كلام جميل. طب في، هل كده اصلا تفتكر منطقيا في اللحظه دي هل فعلا الكلام ده حقيقي؟ يعني انا دلوقتي انا ممكن اكون شخص مستقبل ومرسل. طب ما هو في نقطة باشمهندس نعت، طب ما هو ممكن يكون أصلا شخص مستقبل ومرسل هو كمان. طب أنا أعمل إيه بقى؟ طيب أول حاجة عايز أعمل كونديشن عليهم الاتنين، عايز أقوله لو الشخص اللي راسل ومستقبل والشخص اللي مستقبل وراسل أعمل لي الكلام ده كله. طيب أنا هقوله، طيب دلوقتي بص يا معلم، هنبدأ نعملها مرة ونعكسها. عايز أقوله شايف لو الشخص اللي رسل بيساوي ركز، بيساوي اللي فاتح. طب والشخص اللي استقبل بيساوي، ها، الايميل اللي اترسل لي، كلام جميل، حلو. يبقى انا دلوقتي انا بعت، لو انا اللي بعت والشخص اللي استقبل هو اللي اتبصالك هتبدا تعمل لي مشكله. طيب اور اهو وير، اور وير، او نعكسها ازاي باشمهندس تعكسها؟ اقول لك، طيب اقول لك هنا دلوقتي اهوت هنا، بس خليني بس اجي هنا، انا كده دلوقتي ادى السندر بتاعي، خليني اراجع السندر بتاعي. لو قلت له هنا السندر بتاعي، لو قلت له السندر بيساوي الايميل اللي اتبعت لك، او الريسيفر بيساوي اللي اتبعت لك، اور الريسيفر الشخص المستقبل بيساوي الاوثنتيكيشن بتاعي،
كلام جميل، ركز هنا. قلت له or where هذا اللي هو الجملة الأخيرة بتاعتي هنا، هفهمها لك واحدة واحدة. خليني أجيب دي تحت هنا كده. فين؟ أنا كاتبين كلمة وير غلط، ليه؟ إحنا مش حاطين، معلش احنا آسفين يا باشا، حاك علينا. اهي قلت له طيب، قلت له بقى دلوقتي ركز في حاجه، ركز في حاجه. انا قلت له شايف الشخص اللي رسل ممكن يكون اللي فاتح، وممكن اللي مستقبل الايميل اتبصاله، او الشخص المستقبل هيساوي اللي فاتح والسندر، ها 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 ركز، هو اللي ايه مبعوت له. حلو قوي. يعني بالبلدي لو انا اللي بعت له او هو اللي بعت، يعني لو انا اللي انا اللي استقبلت او انا اللي ارسلت، جيب لي الحاجه دي. كلام جميل، حلو الكلام. تعالى كده بس ايه نعمل دي للكلام ده كله عشان تبدا تفهم الحته دي. انا عارف يمكن الموضوع صعب بالنسبه لك، ولكن ايه واحده واحده. طيب تعالى دلوقتي، تعالى نعمل ريفرش كده اشوف ايه اللي هيحصل في الدي. هيجيب لي كل الايه، جاب لي الكونفرسيشن بتاعتي. الكونفرسيشن بتاعتي دي ممكن اكون انا مستقبل او ممكن اكون انا مرسل، يعني انا اللي فتحت المحادثه او الشخص التاني هو اللي كلمني. ففي كل الاحوال ايميلي موجود، فانا بقول له بص بالبلدي، سواء انا مستقبل او مرسل بعد اذنك عرفني، سواء انا الشخص اللي فاتح مستقبل او مرسل عرفني. وكذلك الشخص اللي انا بعت له او اللي هو جاي معايا ايميله، لو هو مرسل لي او انا راسل له برضو عرفني. حلوه. هو كده دلوقتي جاب كل الديتيلز اللي عندي. انا بقى دلوقتي عايز اعمل اف كونديشن. جميل. هنا كده ادي الاف بتاعتنا وادي الايه الالس بتاعتنا. حلوه قوي. انا بقى بالبلدي كده عايز اقول له بص يا معلم، لو انت لقيت موجود كونفرزيشن مفتوح، لو مش انا اقصد اسف، لو انت لقيت الكونفرزيشن مفيش كونفرزيشن، يعني مفيش ليا محادثات معاه، عمري ما كلمته ولا اسمع عنه، ابدا اعمل لي ايه، نفذ لي الجمله بتاعتي دي اهي. ابدا احط لي ايه الجمله بتاعتي هنا. كلام جميل اهو، نفذ لي الجمله دي. إلس والا مثلا قول لي هنا، مثلا ممكن نقول له هنا مثلا، ممكن نقول له اطبع لي ريتيرن مثلا، ارجع لي. ممكن نقول له هنا conversation، conversation yes مثلا، يعني موجود لها conversation مثلا. زي مثلا احنا بنعمل تيست. حلو قوي. طب انا في الاف هنا بقى دلوقتي عايز اقول له ايه؟ الله ينور عليك. عايز ابدا هنا في الاف بتاعتي، عايز ان انا بقى اقول له لو انت لقيت الconversation، يعني انت بالفعل وصلت ان في غرفه مفتوحه، كل اللي عليك ان انت تعمل ايه؟ ان انت تنفذ. طيب حلوة. قلت له طيب شايف الكونفرزيشن اللي انا شيكت عليه؟ قال لي قلت له بص، انت لو لقيته لو فاضي يعني مش موجود، قلت له اذ امبتي او امتي، في ناس يعني هي بتتنطق امبتي او امتي. قلت له طيب لو انت لقيت، يعني انت تروح تدور على الكونفرزيشن لقيتها مش موجودة، ما لقيتش حاجة اصلا، يلا يبقى انت هتبدا تنشئ لي كونفرزيشن جديده. طب لو لقيت موجود رجع لي رساله اقول لي الكونفرزيشن موجود. طيب تعالى كده نعمل، نرجع نعمل هنا ريفرش كده ونشوف الشخص ده انا كلمته. لو جيت ضغطت عليه كده، بالفعل بدا يروح يكريت الكونفرزيشن تاني. هو ما كريتش الكونفرزيشن ولكن ما رجعليش بالرساله. ليه ما رجعليش بالرساله؟ طيب خليني بس اتاكد، ادي الاف وادي الالس بتاعتنا، بس اتاكد ليه هو ما رجعش، هو مش شايف الالس ليه؟ المفروض ان هو فعليا يبدا يشوف ايه، يبدا يشوف الالس بتاعتي، ليه هو ما شافهاش؟ طيب نقول له هنا، اتاكد بس من حاجه، بيقول لي ميسنج ريتيرن.
قلت له طيب هنا. انا اسف جدا، شوف بقى الخطأ الفادح اللي احنا بنعمله. احنا لسه، انا معتقد ان انا شغال في الكنترولر. اللايف واير ما بيعترفش بالريتيرن دي خالص يعني. معلش انا اسف جدا. قلت له بعد اذنك اعمل لي دي اطبع لي الكلمه دي، اسف جدا حقك عليا. تمام، لو جيت هنا ضغطت كده قال لي conversation yes، لان فعلا بالفعل في conversation تمت قبل كده موجوده. طب تعال نكلم واحد تاني، الشخص ده احنا ما كلمناهوش، ما فتحناش محادثات. لو جيت نضغط لاحظ ما رجعش لي رساله. طب يعني باشمهندس هل بالفعل هو راح كاريت؟ كاريت conversation اهيت بيني وبين الشخص التاني، وراح رايح مكاريت المسج بتاعتي هنا. طبعا كل الكلام ده هيكون دايناميك قدام، ولكن احنا بنفهم الفكره بتاعتنا ماشيه ازاي. يبقى احنا كده في التشيكات الجميله بتاعتنا دي بدانا نفهم. طيب باشمهندس، نعم، معلش بالله عليك، انا حاسس ان الكود ده هو شكله وحش قوي كده وبتاع. طب ما تيجي نعمل حاجه احلى من كده شويه. ازاي؟ ممكن نيجي نجي زي الشطار هنا نقول له على الاب، على ال في الموديل في الكونفرزيشن. ممكن هنا في الكونفرزيشن مثلا خلينا نعمل حاجه احلى من كده شويه، ان احنا نعمل مثلا، لا يعني هي بص هي كعمليه تنظيميه يعني، لك مطلق الحريه ان احنا نعمل مثلا سكوب هنا. لكن لو انت عايز تعمله اوكي، مش عايز تعمله برضو دي حاجه ترجع لك. لو انت حابب يعني الكود بيخدم معاك وشغال معاك زي الفل. طب انا مش عايز اكتر الكلام ده كله، فممكن ان انا اعمل سكوب عندي هنا. طيب عشان اعمل سكوب هقول له public function، لو سمحت انا عايزك تعمل لي سكوب عندي، انا عايزك تعمل لي سكوب. وممكن نقول له سميه ايه، ممكن نقول له هنا مثلا خلينا نسميه باسم الحاجة بتاعته، نقول له هنا مثلا على مثال check conversation مثلا، كلام جميل. ونقول له هنا طيب اللي check conversation ده هيتبصله ايه يا معلم؟ الله ينور عليك، هيتبصله two parameter. هيتبصله التو بارامتر، اول حاجة هيتبصله الكويري بتاعي عشان يبدأ يعمل الكويري بتاعي، كلام جميل. ادي الاول بارامتر، وبعد كده هيتبصله اول حاجه انا كده كده معايا بابليك للاوث اوف الايميل اهيت، ادي الاوث اوف الايميل. وهيتبصله كمان حاجه تانية، الله ينور عليك، هيتبصله ريسيفر ايميل. حلو الكلام يا عم، لغايه الان مبدئيا الدنيا زي الفل. هقوله هنا ريتيرن، انا عايزك ترجع لي الكويري بتاعتي. وابدا هنا اقول له اوف. شايف بقى معلم من اول كلمه وير دي لغايه الجت دي شيلها، خدها معاك هنا كده، كلام جميل اهو. قلت له شايف الجمله بتاعتي، ادي السيمي كولون بتاعتنا اهي، وشيل الكلام ده. حلو، شايف الجمله بتاعتك ده معلم كلها؟ كل اللي عليه ان انا هاجي هنا اهو انادي ايه، الله ينور عليك، هاجي انادي على الحاجه بتاعتي اللي هي بتاعت اللي تشيك كونفرزيشن السكوب بتاعنا. هقول له طيب اللي تشيك كونفرزيشن، واقول له طيب اللي تشيك كونفرزيشن يا معلم دي بتاخد ايه؟ بتاخد تو بارامتر، الله ينور عليك. ادي اول بارامتر اهو، ادي الزيس ايميل بتاعنا، الشخص اللي فاتح يا اهلا وسهلا بيك، والشخص اللي ايه اللي اترسل ودمتم. بدل ما كنت اكتب كل الجمله دي، فانا عملت هنا ايه الحاجه بتاعتي هنا السكوب بتاعي، كلام جميل. تعالى كده دلوقتي نعمل ريفرش ونسمي الله، نشوف السكوب هل هيشتغل. لو جيت ضغطت هنا المفروض كده 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 السكوب بتاعنا مش شغال. ليه يا عم السكوب؟ تعالى نعمل ريفرش تاني. لا ده بدأ يكريت، وقف كده غلط، كده غلط وهتتضرب. السكوب بتاعنا بدأ يتكريت ليه؟ طيب نتأكد من الدنيا بتاعتنا. عندي هنا التشيك بتاعنا، طيب قلت له ادا السكوب بتاعنا هنا، المفروض ان خليني بس ارجع هنا، فين السكوب هنا، نرجع نشوف ادا الريتيرن بتاعنا، ادا التشيك بتاعنا. قلت له طيب ادا التشيك بتاعنا، قلت له الاوث اوف الاي دي. معلش انا اسف جدا، شوف شكرا حقك عليا، انا بيتبصالي ده واتبصالي ده، ده الخطأ الفادح اللي احنا بنعمله. طيب من الحاجات المميزة في البرمجة ان انت لما تكون شغال
بيظهر معاك اي ايرور، فده في حد ذاته حلو كويس قوي، يخليك ان انت بتبقى ناسي سيمي كولون، ناسي اسم. يعني انا ده اقول له زيس اوس، طب هو يعرف مين زيس اوس اصلا؟ يعني لو جيت ضغطت هنا كده قال لي conversation yes، يعني بالفعل الكويري شغال. طب لو جيت خدت الشخص الثالث اللي بعده نفذ، ليه؟ لانه راح اتاكد ما لقاش الكونفرزيشن موجود، اهو بدا ان هو ينفذ. طبعا هو المفروض بقى احنا نفذنا اكتر من مره قبل كده في الكونفرزيشن الاولاني. طيب خلينا بقى بعد اذنك يلا كده طير لي كل الكونفرزيشن ديت ونجرب بقى احنا كده ايه عشان نقفل الدرس بتاعنا الجميل. طيب بيقول لي طبعا انا ما اقدرش احذف كونفرزيشن لان في مسجز تخصه. حاضر يا سيدي، اسفين جدا ليك، افتح المحادثة الجميلة بتاعتنا، ادى الكونفرزيشن بتاعنا. طير 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 طير، امشي امشي. في زمان واحد بيقول لك يا باشمهندس ما في حاجة اسمها تشيك اول، انت تعب نفسك ليه؟ اقول لك كلامك صح. طيب تعال نعمل هنا ريفريش. طيب ادى الكونفرزيشن الاولاني، ما فيش موجود كونفرزيشن هيكريت، حلو قوي. تعال نروح ادى كريت اهوت، ادى الكونفرزيشن جميل وكريت المسج بتاعتنا هنا. لو جيت ضغطت عليها ركز، ادى الايه المسج الجميله هنا. طيب حلو قوي، لو جيت رحت نفذت عليه تاني قال لي كونفرزيشن يس، يعني انت بالفعل في كونفرزيشن تمت. اذا دلوقتي بالبلدي كده معلم السكوب بتاعك شغال تمام زي الفل، الكويري الجميل بتاعك شغال هنا اهوت بيخدم. لما كنت تكتب كل الجمله دي ممكن تكتبها هنا. طيب ممكن نيجي هنا، لو انت بتشتغل بالبي اتش بي ستورم هتعمل كنترول الت مع شيفت، او اسف هتقوله كنترول مع شيفت اهو مع حرف ال، كنترول الت مع حرف ال عشان يبدا يظبط لي ايه الاكواد، بس يحطها لي في جنب ايه ويظبط لي الدنيا بتاعتي هنا كده. تمام كده مبدئيا يا معلم انت امورك كلها تمام في اول حاجه في موضوع الكرييت كونفرزيشن. حلو الكلام، حلو الكلام. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي بقى هنبدا نظبط الشاشه بتاعه الديزاين بتاعه الشات عشان نبدا نعرضها في الدرس الجاي ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، ولو اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. السلام عليكم.